أخيرا كل حد وصل، حتى جدتي وصلت. بس لحظة، وين حمود؟ توشل الأكل حال الجيران. كفو، وهذه سفرتنا. بس ركز معي شوي، شوف هذا المكان الفاضي، هذا مكان أخوي اللي يدرس برا، ما حد جلس فيه. مسكينة جدتي، حسها تعبانة. بس لحظة، شوف النظرة، أتوقع هذه اللحظة اللي كانت تنتظرها طول اليوم. وهذا صالح، زوج خالتي، أطيب واحد. هو أصلاً ما يحب اللحم، بس مستحيل يقول لا. شوف، ركز في الإيد اللي صوبه، حركات أنت. الله، سمبوس الدجاج. إذا تريد تعرف الوصفة أضغط بوز. كيفك؟ هاي أبو علي، شايفك، شكله خاطر في الدجاجة، ها؟ ما حد مثلك يا أبو الإيثار. المهم، اللي في آخر الطاولة هناك هي أمي. سالفة ولا سالفة، بس عطني لقطة على إيدها. أيوة، انزل تحت شوية. أيوة، خطة 4-3-2. ما حد حاس فيك. خاب الطعم، ها؟ حبيتي حطت المكسرات على الصوب. ليش؟ لأن خالتي منى عندها حساسية من المكسرات. باختصار، هذه الأشياء اللي تصير على سفرتنا تخلينا إحنا نكون إحنا، حافظين على قيمنا حتى وإحنا ناكل.